برأي آخر. أنا عايزة برضه أقول للشباب الحاضرين في القاعة إن إحنا هناخد مشاركاتكم. حضرتك ما زلت مصر على إنه الشخصية المصرية بخير وأننا على خير ما يرام في هذا الوقت. قفلت القلم ليه يا دكتور؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد إن أنا موجود في هذا المحفل الكريم بين شيوخنا الأجلاء ورجال الكنيسة والمثقفين وشباب مصر. مبدئيا انا عمري في حياتي ما قلت عن اي حاجه في مصر انها على خير ما يرام، عمري ما قلت ده، ما اظنش ان في حياتي ان انا اقول ده، لانه لو قلت ان احنا بقينا على خير ما يرام معناه ان الحياه توقفت وان الاجتهاد الانساني يتوقف وان الحياه توقفت. كلمه على خير ما يرام معناه ان احنا وصلنا الى النهايه، والنهايه بالنسبه لي يعني الحياة. طول ما الإنسان موجود في الحياة بيسعى لأنه يحدث مزيد من التقدم، يحدث مزيد من الاستنارة، يحدث مزيد من التطوير الاجتماعي والخدمة للوطن وتقدم الوطن. اللي أنا قلت وما زلت بقول عليه، الشخصية المصرية قوية وبخير وليست بالسوء ولا بالشق ولا بالكآبة اللي البعض بيقولوا عنها، والأخلاق المصرية ما زالت موجودة وقائمة. ولما بريست قال انه الضمير اختراع مصري معناه ان الاخلاق اختراع مصري. اللي حصل الواقعه اللي حضرتك بتشيري اليها، انا لقيت ان بعض الشباب بيشيروا الى انه في تجاوزات في الشارع زي التحرش، في ان رجل كبير في الاتوبيس يفضل قاعد وشاب صغير ما يقوملوش. قلت ان ده انحراف السلوك وتجاوز في السلوك، لكن مش معناه ان الاخلاق انحدرت، لانه على وجه القطع ان الشاب اللي قاعد ده كسب يقوم، لكن هو عارف في اعماقه انه الصح انه المفروض انه يقوم، لكن هو في داخله قد يكون تعبان مرهق مصدق المكان قاعد فيه. انا بفرق بين السلوك وبين الاخلاق. اللي درسوا فلسفه الاخلاق او علم الاخلاق يعرفوا ده. الاخلاق هي مجموعه القيم الاساسيه. أنا هقول إن الأخلاق المصرية اهتزت لما يجي واحد يطلع يقول الكذب مباح. أنا أقول يبقى في مشكلة هنا في الأخلاق. لما يطلع واحد يقول القتل مباح يبقى في مشكلة. لما واحد يقول انتهاك العرض مباح وشيء طبيعي إن أنا أعمله. هو إحنا إيه مشكلتنا مع الدواعش وغيرهم؟ إن هم بيقولوا إن القتل مباح، إن الكذب مباح، إنه الزواج اللي أنتم بتعملوه ده إحنا مش عاجبنا. إحنا بنقول إن في مشكلة وبنصل إلى حدود الى النهايه معاهم. احنا شايفين القوات المسلحه بتعمله، اللي وزاره الداخليه بتعمله، اللي المجتمع المدني بيعمله. اما ان يجي مواطن حصل منه شيء في السلوك، شوفي حضرتك في يونيو 2014 لما حدث في الاحتفال بتنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مواطنه تعرضت لتحرش بهيمي بشع في ميدان التحرير، المجتمع كله انتفض، مش مؤسسات الدوله اللي انتفضت. انتفاض المجتمع وتعبيره عن السياق ده معناه ان هذا مجتمع ضميره حي ولسه اخلاقه كتير. ده أبدا ان الشخصيه المصريه على خير ما يرام، وان كل حاجه على خير ما يرام، وان ليس في الامكان ابدع مما هو كائن. انا عمري ما قلت ده، واتمنى ان ما يجيش اليوم اللي اقول فيه ده. أشكرك جدا. إذا أستاذ حلم النمنم بيؤكد على فكرة إنه إذا تصالحنا مع الانحراف ساعتها نبقى في خطر حقيقي. أعتقد إن إحنا لم نتصالح الحمد لله يعني مع أي انحرافات في المجتمع، لكن عايزة أسأل الدكتور محمد مختار وأرجع لحضرتك. مصر مجتمع متعدد الثقافات، إزاي نبقى بنتكلم على مظلة هوية واحدة الوطن بكل هذا التنوع وهذا الثراء من الثقافات؟ كان ليا صديقة يعني أمريكية بتسألني إزاي الوطني لمصر إيه؟
فلما وردها زي الفلاحي وزي السعيدي وزي النوبي وزي السيناوي، كان الأمر فيه كتير من الاستغراب، لأنه هذا ثراء في وطننا. كيف لنا بهذا التنوع أن نضمن هوية متجانسة؟ بداية الحقيقة أنا متفائل، ويجب أن نكون جميعا متفائلين بأن هذا اللقاء بهذه القامات الدينية والفكرية والثقافية، سواء من الزملاء على المنصة أو الزملاء على المنصة المقابلة، هذه بداية حوار جاد. وهضمن السؤال أو الإجابة على النقطة اللي حضرتك طلبت عنها لعنوان لقائنا: القيم والهوية الوطنية والخطاب الديني. في بعض الملفات فتحت من قبل قد ما تحدث عن بطريقة كافية أو تحتاج إلى حوار أعمق. الجديد فيها واللي احنا بنؤمل النهاردة نسمع الشباب والمشاركين والمثقفين أكثر مما نتحدث إن شاء الله، لأن الهدف إن احنا نسمع إلى كل شرائح المجتمع. ويمكن مع الأستاذة مايا اتفقنا إن ما في لقاء في المجلس القومي للمرأة، في لقاء أيضا في الأسبوع القادم سنعقده في إحدى الجامعات، لقاءات متعددة ومكثفة. الجانب الأول في العنوان القيم. الحقيقة ويمكن كلامي أكثر لزملائي من الأئمة والدعاة والوعاظ والعاملين في الحقل الديني في الأولوية، هل القيم، هل ما نقوله هو ما نفعله ونطبقه؟ هل فعلا اللي بنقوله هو اللي بنطبقه؟ ولا في انفصام لدى البعض بين ما يقال وبين التطبيق؟ هل بنؤمن بأن مثلا أن جميع الأديان، كل الأديان تقوم على الصدق والتسامح والقيم النبيلة، النظافة قضية بسيطة جدا، كل الأديان تجمع على النظافة؟ احنا فعلا حديثنا ليلا ونهارا حتى في جوانب العبادات قائم على النظافة، لكن هل واقعنا يتسق مع معتقداتنا ومع ما نؤمن به من قيم؟ إذن القضية في القيم بين ما نقول وما نفعل، أو ما نعتقد وما نفعل. موضوع الهوية اللي حضرتك تحدثت عنه، وده أهم نقطة الحقيقة، بيحل بهدوء شديد في جانب هام جدا طبعا، الاختلاف والتنوع سواء في الأديان أم في الثقافات أم في العادات أم في التقاليد، هو سنة كونية كانت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلى يوم القيامة. ويمكن في أول في من أهم النقاط اللي الأستاذ الرئيس بيتحدث عن خطاب الدين، بيوجه كلمة وبيقول إن لا يمكن لواحد مثلا ونص مليار مسلم إن يبيده باقي سكان العالم، ولا باقي سكان العالم هيبيدوهم، ولم يثبت تاريخيا أن دينا أباد دين ولا جنس أباد جنس. إذا لابد من التعايش. وحتى كأن القرآن بيتحدث: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون، لا يزالون هيظلوا مهما فعلوا مختلفين، وكأن هذا التنوع كان غاية، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم لهذا التنوع، خلقهم لهذا الاختلاف، هذا الاختلاف الإيجابي لا المؤدي إلى التناحض. إذا القصة في إيه؟ هل إحنا هنعمل على المشترك الوطني والإنساني، ولا هنعمل على الخلافات العقدية والمذهبية؟ لو اشتغلنا مهما كانت الأديان ومهما كانت الثقافات، وجعلنا المشترك الوطني والمشترك الإنساني والقيم الإنسانية هي القاسم المشترك، سيكون التنوع تنوعا إيجابيا. أما إذا خرجنا عن هذا القاسم المشترك الإنساني إلى الخصوصيات، ويمكن من رحمة ربنا أن الجزء الأساسي اللي هو العقدي والتعبدي هو فيما بين الإنسان وما بين ربه، أما جانب القيم والأخلاق فهي مشترك بين الأديان السماوية. وكتبت المشتركات الإنسانية
بين الأديان السماوية في القرآن الكريم. النقطة الأخيرة بقى حقيقي دي بداية في ملفات لازم تتفتح وبشجاعة، العلاقة قبائل المرأة، وهنعمل لقاء في المركز القومي للمرأة وعندناش مشاكل نفتح كل القضايا. ليه بقى؟ ويمكن قلت لو انت جبت بعض النساء يعملوا قانون المرأة ربما ظلموا وجاروا على الرجال، ولو جئت ببعض الرجال لكان العكس، ولو جئت برجال الأعمال لوضعوا القوانين التي تسخر العمال، ولو جئت بالعمال لكن القوانين السماوية الإلهية هي عادلة، لأن الذي يضعها هو رب الرجل والمرأة والعامل ورب العمل والشباب والشيوخ. فقضايا الرجل والمرأة، قضايا العمال وأرباب العمل، قضايا الشباب والشيوخ، قضايا التمكين للشباب، كل هذه لابد أن تفتح بوسطية واتزان. فالعلاقة بين الشباب والشيوخ ليست علاقة إقصاء، وبين المرأة والرجل ليست علاقة حرب ولا يجب أن تكون، وبين العامل وصاحب العمل ليست علاقة صراع، بل نخرج من علاقات الصراع إلى علاقات التوازن والتكامل بعيد عن الإقصاء والإقصاء المضاد. كل هذه الملفات تفتح تفصيليا إن شاء الله. شكرا جزيلا. أشكرك دكتور محمد. دكتور محمد دلوقتي إيه خلص عن ندوة، قال كل النقط وده حاجة مبشرة، احنا كده عارفين الأجندة اللي احنا عايزين نتكلم فيه. حقيقة كان فارق معايا جدا النقطة اللي حضرتك أثرتها دكتور مختار، عشان كده هرجع لنيافة الأنبا موسى على طول، العمل على النقاط المشتركة. احنا كشباب وجيل الأصغر مننا كمان اتربينا وشفنا هذا المشهد من واحنا صغيرين، الشيخ والأسيس الكنيسة والأزهر النموذج لطيف ومقبول، لكنه بتكرار حدوثه فقد كتير من الرمز سيدنا. احنا عايزين نسأل دلوقتي العمل على نقاط المشتركة ما بين الأديان، ما بين الأخلاقيات العامة، هل يحتاج فقط إلى رموز الدينية أم أنه في تصور تاني ممكن ينزلنا للواقع أكثر ويكون أقرب وأكثر مصداقية عند الشباب؟ أستاذ حلمي بيقول لي الأنبا موسى أسقف الشباب، هقول له بقى اللقب بتاع نيافة الأنبا موسى كمان يقال عنه أنه الشباب على طول. واضح طبعا أن أنا أسقف الشباب، مش كده يا دوبك سني، يا دوبك يعني 78 بس كده يعني. بس أشكر ربنا خدمت الشباب القبطي على مدى 50 سنة فاتت، جه بعد كده معايا دلوقتي يعني كبير، عدد كبير من الأباء الأسافة والكهنة وقادة الشباب في كل أنحاء يمكن المهجر دلوقتي العالم كله، لأن إحنا انتشرنا في كل العالم كمصريين. فإحنا بنؤمن أن إحنا واحد، مش كلمة ولا مجاملة لكن حياة مشتركة. أنا شخصيا في أسيوط اتربيت وأنا صغير في مدرسة الأمريكان، أنا اسمها الأمريكان لكن كان فينا مسلمين ومسيحيين مع بعض، كان أغلى أصدقائي اسمه محمد الشريف، وكان على طول أنا أروح بيته وهو يجي بيتي، وكنا مع بعض في عشرة ومحبة أكتر من الإخوات. اتربينا كده، وياريت تستمر مصر كده، وهي فعلا كده الجوهر بتاع مصر باقي. لو حصل فقاقيع على السطح فدي حاجة طارئة ومؤقتة ومحدودة جدا، لكن أعمقنا. أنا علاقتي بأصحاب الفضيلة والدكتور حلمي علاقتي إخوات يعني، ودكتور ما بقول إخوات ويعني فضلت المفتي الدكتور علي جمعة من أغلى الأحباء. هو مرة بيكلم علي قال حبيبي، وهو برضو حبيبي. فأنا بنحب بعض جدا من زي ما قال الكتاب المقدس من قلب طاهر وبشدة. دي مصر من 7000 سنة، ودي مصر المسيحية، ودي مصر الإسلام، ودي مصر الوحدة. احنا عايشين ده، احنا مش بنقول ده كلام اعلامي او كلام دعائي، لا لا ده حقيقة. احنا بيستحيل واحدة ست قبطية تعمل لقمة ما تشركش اختها المسلمة، احنا مع بعض، احنا مش عايشين في كانتونات، احنا عايشين
لا مؤاخذة في الكلمة الإنجليزي عشان ما هي اللي سعفتني، أما الجماتد يعني معناها مش عارف العربي بتاعها، نسيج واحد، أي جات الكلمة نسيج واحد، بأمانة نسيج واحد، إحنا عشنا كده. طبعا أنا شايف الدكتور وحيد قدامي وشايف أصحاب الفضيلة والمحبة اللي عشناها كلنا مع بعض، أهلا بيكم كلكم، أنا آسف التطويل. لأنه نيافة الأنبا موسى بعت وبابتسامته هرب من السؤال. هنروح لأستاذ محمد. هنروح لأستاذ محمد. لماذا يصعب على الأجيال الأصغر سنا أنها تقبل الفكرة دي، فكرة التعايش البسيطة دي، أو أنه ليه عندنا نماذج جديدة قدمت صورة مختلفة فشوهت الصورة القديمة الحلوة؟ هو مبدئيا في القيم عندنا أزمة في إيصال القيم من درجة المعرفة لدرجة الإدراك. يعني أنا عندي قيم التعايش واحترام الاختلاف، احترام الثقافات وتنوعها، كل الناس لما تيجي تكلمها في القيم ممكن يكلمك من هنا لبكرة لأنه يعرف القيم ولكنه ليس على درجة الإدراك بالقيم، فممكن بيتصرف تصرفات، هذه التصرفات تؤدي إلى فتنة، يتصرف تصرفات أو يكتب حاجة على شبكات التواصل الاجتماعي اللي احنا كلنا عايشين عليها دلوقتي فممكن تؤدي إلى مشكلة أو صراع. ففكرة التعامل مع القيم ونقلها من درجة المعرفة لدرجة الإدراك، هذه الدرجة مهمة جدا وخطوة مهمة جدا إن احنا ننتقل من درجة المعرفة للإدراك. التلميذ اللي بيبقى عنده امتحان آخر السنة هو عارف إنه المفروض يذاكر من أول يوم ولكنه ما بيذاكرش، تيجي قبل الامتحان بيوم تلاقي التلميذ ده على حالة الطوارئ، ما بيقولش ما بينامش، عايز يخلص المنهج. ليه؟ لأنه وصل لحالة الإدراك، أدرك أنه لازم يذاكر، لازم يذاكر عشان ينجح. المجتمع ككل في تعامله مع القيم محتاجين وإحنا بنتعامل معاه وبنقوله على القيم أنه يقتدي بيها، أنه يعتنقها، يعتقدها، ينفذها باعتقاد وبيقين، أن إحنا ننقله من درجة المعرفة للإدراك. فهنا بتيجي أزمة الوسيلة، أنا بتعامل مع المتلقي إزاي في إيصال القيمة اللي أنا بكلمه فيها. أنا بتكلم النهاردة عن الخطاب الديني، بتكلم عن الهوية الوطنية، أنا شايف أن هما الاثنين حاجة واحدة. الخطاب الديني بالعكس، ده أنا الخطاب الديني أنا من المعترضين على فكرة تجديد الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني ثابت مش محتاج تجديد. ما يحتاج إلى تجديد هو إحنا فهمنا للنص، ما يفهم، ما ينفعش وأنا في القرن 21 بتعامل مع النص الديني بعقل القرن 7 الميلادي، ما ينفعش. ففكرة التعامل مع تجديد الخطاب الديني إحنا عايزين منه إيه؟ إحنا عايزين منه القيم، القيم المشتركة بين كل الأديان، هي دي اللي إحنا محتاجينها حقيقي عشان نسوقها. وأنا بقول نسوق لأن إحنا محتاجين تسويق القيم، نشتغل بشكل عملي. اللي عنده منتج وما بيعرفش يوصله للمشتري أو المستهلك يبقى عنده أزمة في التسويق. إحنا عندنا قيم، قيم وتراث وحضارة وثقافات وتنوع وأخلاق، وعندنا نماذج على هذه القيم. إذا ما قدرناش نسوق قيمنا لشعبنا يبقى إحنا عندنا أزمة، أزمة تسويق. وزي ما حضرتك قلت أزمة إدراك. أنا هاخد من هذه النقطة. دكتور علي جمعة، بتفرج على البرنامج اللي حضرتك، بتفرج على البرنامج اللي حضرتك بتكون فيه وببقى مستمتعة بهدوءك وبأسلوبك، وطول الوقت لما بتفرج على أي برنامج ديني إسلامي أو مسيحي بيبقى عندي نفس السؤال: لماذا يسأل الناس في التفاصيل ولا يسألوا في الخطوط العريضة الأكبر؟ ليه الناس فعلا منشغلين جدا بتفاصيل الحياة اليومية، نلاقي قليل جدا من يسأل عن فكرة العدل، فكرة الأمانة، القيم زي ما كان أستاذ محمد بيقول معروفة لكنها مش عارفين أصلا كيف يعني تطبق، أو إحنا غير مشغولين قوي بتطبيقها في الحياة اليومية إنما مشغولين بأمور أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن إحنا عندنا أزمة أخرى تسمى الهرم المقلوب. الهرم المقلوب، القمة تحت وكان ينبغي أن تكون فوق والقاعدة فوق. نتكاشف علينا من هذا الأمر
وجعلناه حياة أو موت. وأصحاب الخطاب الديني لا يقولون إلا ما يرضيهم ولا يقولون الأمانة العلمية التي درسوها. هل تعلمون بأن أحمد بن حنبل المتوفى 241 هجرية له رواية تتفق مع قول إسحاق بن راهوية المتوفى 238 هجرية يقول إن مصافحة المرأة الشابة ليس حراما؟ والمذهب الحنفي يقول يفرق بين كبيرة السن وصغيرة السن، وسائر المذاهب تمنع. إذن هي مسألة خلافية. فعندما يكون الخطاب الديني بيركز على ما يرضي المتحدث، جعلنا الشعب يسأل في مثل تلك الفرعيات. أود أيضا معذرة لأن فرصة أخذت الميكروفون، تفضل يا فندم، إن أنا أبسط المصطلحات لأن يهمني المصطلح يصل للشعب. مش عايزين نخلي الشاب يقف أمام المصطلح يعني يشعر بأن هناك هوية بينه وبين المصطلح. أتعرفون ما معنى القيم؟ هي قيم إنسانية، ما يقوم به أمرك، أنت بتقيم بيتك إزاي، أنت بتقيم حياتك الشخصية إزاي، أنت طبيعتك في أصول التعامل إزاي، قيمتك هي دي قيمتك. خدتها منين؟ من والدين، وخدتها توارثا، وخدتها من المجتمع. إذن هي قيم إنسانية، نحن الذين نبنيها، لا تبنى علينا ولا تفرض علينا، وإنما نحن الذين نبنيها. وأما الهوية، إجابة من هو؟ هو مين؟ مصري؟ هو مين؟ مثقف؟ هو مين؟ أمي؟ هو مين؟ كبير في السن؟ هو مين؟ صغير؟ هو مين؟ صادق؟ هو مين؟ أمين؟ إجابة من هو؟ صارت الهوية، هويتك مين؟ إجابة من هو؟ وأما الخطاب الديني إنساني أيضا. أتدرون لماذا هو إنساني؟ لأن النص الديني سماوي، ولكن تفسير النص وتأويل النص والاستنباط من النص إنساني. فلما كان إنساني كان من حقك تناقشه. لما كان الخطاب الديني كله إنساني إذا مش فوقي، لما كان مش فوقي يبقى ليك دور. مين اللي له دور؟ البسيط، الإنسان العاقل. الخطاب الديني وجه على أنه فوقي، وعلى المتلقي أن يسمع وأن يطيع. ثلاث إشكاليات سريعة في أصحاب الخطاب الديني. الإشكالية الأولى إن هم احتقروا صفة الفضيلة وأعلى مراتب الشرف الاجتماعي. من الذين تقبل أيديهم في مجتمعنا؟ من الذين يلقبون بأصحاب الفضيلة؟ من الذين انتزعوا لأنفسهم لقب أهل الحل والعقد؟ من الذين انتزعوا لأنفسهم لقب ولاية الفقيه وغير ذلك من الصفات التي تعطي القداسة والعصمة لأصحاب الخطاب الديني، مع أنهم بشر يخطئون ويصيبون؟ وقد ورد في حديث صحيح رواه مسلم أن النبي كان يحذر أميرة عندما ينصبه ويقول له بالبلدي كده، وهقول لكم النص: اوعى حد منكم يتكلم باسم ربنا، كل واحد منكم عايز يتكلم يتكلم باسمه هو. النص بيقول ايه بقى؟ واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك اي انت، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. خليك متواضع، قول والله ده اجتهادي، لا ده اجتهاد فلان، خلي فيه أمانة علمية، قول الرأي ده قال به فلان السابق. ما تسرقش معلومة اجتهدها أبو حنيفة وتنسبها لنفسك، ما تسرقش معلومة اجتهدها لمن مالك وتنسبها لنفسك، انسب الاجتهاد لصاحبه، خليك صادق وأمين. الأمر الثاني إن أصحاب الخطاب الديني كانوا في حديثهم ولا يزالون
يأمرون بالسمع والطاعة، رغم إن الدين النصي جاء يأمر الإنسان بالسمع والتفكر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن عندنا الخطاب الديني، أنا بقول لك وتسمع، بقول لك الصح وهو ده الصح، كأنهم يمتلكون الصواب المطلق، لدرجة إن أمر في غاية الخطورة عندما أقرأ لإسماعيل حقي باشا المتوفى 1127 هجرية الموافق 1715 ميلادية، عمل تفسير للقرآن الكريم، وفي تفسير آية مش محتاجة تفسير، آية مش محتاجة تفسير، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. آية مش محتاجة تفسير، بتقول لك يا إنسان ما تزكيش نفسك، خلي عملك هو اللي يزكيك، خلي تصرفك هو اللي يزكيك. صاحب التفسير إسماعيل حقي كتب في سورة النساء في موضعين، يعني لو موضع كان كتبه على عجالة، الموضع الثاني أكيد كتبه عن بينة، قال إن الله يزكي ثم الرسول في الأرض يزكي وبعد موت الرسول يزكي العلماء المحققون. العالم المحقق هو الذي يزكي سائر البشر، فعليك أيها الإنسان المزكى أن تسلم نفسك ليد المزكي كالميت في يد غاسله أو كالجلد في يد الدباغ يصنع منه أديما حيث شاء. بالله هذا ما يقال، وهذا ما كتب في تفسير لله، كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث من أصحاب الخطاب الديني، ملاحظة الثالثة، إن يقولون في الفكر الذي يقدم صواب مطلق أو على الأقل هو الأرجح، يعني إن لم يقدم فكره وفقهه على أنه الصواب المطلق يقدم فكره وفقهه على أنه الأرجح والأصوب والأصح، يوم يخوف الآخر بأن الرأي الآخر ده شاذ، ده رأي ضعيف، ده رأي باطل، ما تبصلوش. كأن إحنا بننشر العامية في الناس ونقول لهم ما تفكروش، اسمعوني وبس، أنا بجيب لكم الرأي الصائب. أقول جملة إجابة لسؤال سعادتك في سؤال آخر، هو الدين جاي يخدمنا؟ الدين جاي يخدم الإنسان ولا الإنسان خلق من أجل خدمة الدين؟ الإجابة هي الأولى، إن الدين جاء يخدم الإنسان، فكان على الإنسان أن يأخذ من هذا الدين ليريح قلبه. يعني هو أخذ الدين، لو كان الدين الإنسان جاء لخدمته بدل ما كان ربنا يعمل دنيا كان يعمل دين وينزلنا على الدين ده عشان نخدم، لكن ربنا عمل الدنيا وقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها جعلكم عمارها وبنيها، نزل إنسان يعمر، احتاج يعرف ايه بعد الدنيا، احتاج عايز انظلم واللي ظلمه مات من غير ما ياخد حقه منه، عايز يعرف في حق ولا فيش حق. فالدين نزل لخدمة الإنسان ولم يكن الإنسان جاء لخدمة الدين، فلما كان الدين جاي لخدمة الإنسان فكان على أصحاب الخطاب الديني تفسيره بما يريح الإنسان في كل صرفاته. وقد سمعت معالي وزير الشباب كان يحكي قبل ما نجلس عن بعض الشباب اللي بيمارس نشاط رياضي مع الاختلاط ومع الأوضاع الحياتية، ثم يقول أنا يأست من الجنة، إذا هعيش في حياتي لأن كل شيء بيسمعه حرام 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 حرام. بالتأكيد الحرام الذي سمعه كان فقها إنسانيا ولم يكن نصا سماويا. أنت أيها الإنسان تعيش في كل تصرفاتك، تعيش في كل مناحيك، وتستطيع أن تعيش في كل مناحيك وفي كل أماكن تجلس فيها وزمان ودينك معك، لأن دينك صلة بينك وبين الله. أنا هعمل صوابع كده للسماء، علاقتنا ببعض اعتبرونا 90 مليون، علاقتنا ببعض الدينية غير متقطعة، علاقتنا ببعض الدينية رأسية من كل بني آدم إلى الله، ليس من حق أحد أن يتدخل في دين أحد،
ولكن في علاقاتنا الإنسانية بالتراضي. وما معنى التراضي؟ أنا عايز أشتري السلعة وأنت تمتلكها بإرادتك وإرادتي. إحنا عايشين في مصر وعايزين نعمل منظومة قانون علشان ننظم المرور وننظم المباني وننظم الأمور المدنية والجنائية. توافقنا عملنا قانون، صار القانون هو العقد المجتمعي الواجب التنفيذ، يحارب بأنه قانون وضعي، يحارب بفتاوى من أجل أن أصحاب خطاب الدين يريدون حكم الشعب بالفتاوى. أنا موافق الشعب يتحكم بالفتاوى، بس بشرط أن الفتاوى تكتب مسبقا. لو كتبت الفتاوى مسبقا إذا عرفت أنا هعمل إيه. لكن الفتاوى كما يقال تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأحوال، إذن لابد أن تكون ارتجالية. إذن أنتوا يا شعب مصر عايزين تتحكموا بفتاوى ارتجالية في زمن حدوثها وبعد زمن حدوثها، ولا تتحكموا بقانون مسبق مكتوب ويحترم وأول من يحترمه أصحاب الخطاب الديني. أقول أيضا من أهم المسائل في معرفة الدين علاقة بين العبد وبين ربه، لا دخل لمخلوق فيه، وإن صاحب الخطاب الديني ما هو إلا جملة معلومات. هتولي أفقه الفقهاء أعلم العلماء، ما هو إلا جملة معلومات، فليتفضل بذكر تلك المعلومة ولا يتسيد على الناس بالمعلومة. فالعالم ليس صاحب سلطة، وإنما العالم صاحب معلومات يقدمها وينتظر من المتلقي أن يفوقه وأن يزيد عنه. لكن أن نقول أنا أمتلك سلطة، آخر جملة هقولها طولت، آخر جملة انتهيت، هذا اللقاء لن يصلح إلا إذا حضر ذوي الشأن. أتدرون من ذوي الشأن؟ ليس ذوي الشأن أصحاب المكاسب والذين جلسوا على كراسي والذين حصلوا على وجاهات، لا، من أصحاب الشأن الحقيقيين هم المحاربون باسم الدين والمهمشون باسم الدين. مثلا المرأة، المرأة التي صارت دينها من الباطن، الرجل هو اللي يشرف على دينها والرجل مسؤول عنها، صار الثقافة العامة بالخطاب الديني المرأة لا تعرف الدين إلا عن طريق الباطن، طريق الرجل. إذن الظاهر هو الرجل والباطن المرأة. المرأة التي روج عنها وأشيع عنها بأنها ناقصة عقل ودين، والحديث جاء في مناسبة ثم يعمم، المرأة التي أشيع عنها أنه لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. دمرنا 50% من الطاقة البشرية بفتاوى فكرية وليست نص ديني. عملنا من الفكر تدمير لنص الطاقة الإنسانية. المرأة التي حرمت من دخول الأزهر في تعليم الديني 1000 سنة. هل تعلمون بأن الأزهر نشئ في مصر سنة 971 ميلادية، ولم تدخل المرأة في الأزهر إلا سنة 1971 ميلادية، بعد 1000 سنة؟ ثم المرأة التي حصلت على الأستاذية وصارت في أستاذيتها أقدم من كثير من أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومحرومة من دخول هذين المجمعين. هذه المرأة. أما الصنف الثاني المضرور بالخطاب الديني، الفنانين الممثلين والمغنيين والخطاب الديني الذي يثبت أن أكلهم حرام وحياتهم حرام بفقه ديني وليس بنص ديني. فئة أخرى العاملين بالبنوك والعاملين في الضرائب والجمارك والفتاوى التي تقال هذا حرام وذاك حرام. يشعر الموظف المصري الذي في هذا القطاع يشعر بأنه بيأكل حرام ونفسه يشوف وظيفة تانية يشتغل فيها. فئة أخرى من الفئات المهمشة والتي يعني فرض عليها بحكم الخطاب الديني الاهتزاز غير الفن وغير البنوك، العاملين في السياحة، قطاع كبير يعمل في السياحة. إزاي تشيل كذا لمن يشرب؟ إزاي تشيل كذا لمن يأكل؟ هذا حرام. والعمل تدمير، الناس تبني والخطاب الديني يهدم.
بفتاوى فقهية وليس بنص. هل تعلمون أيها أصحاب الخطاب الديني لو قرأتم ماذا قال أبو حنيفة وماذا قال أحمد بن حنبل؟ أنا أسف على المقاطعة. حاضر. بس أنا شايفة إنه القاعة مليانة أسئلة بسبب. طب آخر جملة بس آخر لسه اثنين لسه فئتين. الفئة قبل الأخيرة. لازم نديكوا أسئلة. حاضر. الفئة قبل الأخيرة هي فئة المثقفين والمفكرين والكتاب اللي تم حربهم دينيا بقنابل علماني ليبرالي شيوعي اشتراكي إلى آخره. تدمير. مصطلحات لابد من حماية المفكرين والكتاب. آخر فئة وهم أعظم فئة. أشكرك. عارفة مين؟ عامة الشعب البسطاء. عامة الشعب ملقبون بالعوام. وهذا اللقب ليس هو شرف وأنا منهم، بس هذا اللقب الإساءة فيه أنهم سيظلون عواما وسيموتون عواما وأولادهم وأحفادهم سيكونون عواما والعامية فيهم ستستمر حتى نظل نحن متربعين نوجههم يمينا ويسارا. المساء طويلة وبشكر لحضرتك ساعة صدرك والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور سعد. في كلام كثير يتقال أنا عارفه. أستاذ أسامة أنا أصدنا وده كان مقصود حقيقة أنه كل شخص على المنصة ياخد وقته كاملا. الجزء الثاني من الندوة هنكون أكثر يعني اسمحوا لنا يعني نكون أكثر ضغطا في الوقت وبس هنكون بنقدر نجيب على أسئلة الناس. أنا هختم مع حضرتك أستاذ أسامة بالسؤال اللي محيرني بقالي سنين. إحنا إزاي عملنا حاجة برضو تكملة للهرم المقلوب اللي كان دكتور علي بيكلمنا عنه؟ إزاي عملنا مصالحة عجيبة بين التدين وترك العمل مثلا، ما بين أنه شخص بيقوم بيسيب شغله ويصلي، ما بين أنه شخص بيتكلم عن الأمانة وبيسرق ورث أخواته. يعني في مصالحة عجيبة حصلت في جيل كامل. بسأل حضرتك ده تصنيفه إيه؟ ده تحت منظومة قيم دمرت، تحت منظومة هوية فقدت أصلها؟ بسأل حضرتك عن هذه النقطة وبعدين ننتقل إلى القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. شكرا للأستاذة دينا أن جعلتني آخر كلمة لأنني استفدت من المدارس السابقة ومن كل كلمة قيلت من هذه الوجوه الطيبة. وأشكر معالي الوزير على أنه جمع هذا الجمع الطيب سواء كان هنا أو هنا، فالوجوه طيبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون القلوب كما هي الوجوه. بعد سماع كل هذه الكلمات الطيبة لا أستطيع إلا أن أرسل رسائل بسيطة وعاجلة. الرسالة الأولى أن الهوية هي كل مقومات الشخصية المصرية اللازمة للدين والدنيا، وهذا حال مصر والحمد لله. أما عن القيم فالقيم مشتركة بين الأديان كلها السماوية، صدق وأمانة وحب ووفاء وعدل، ولا يحتاج الأمر منا إلا كما قال أخي العزيز في كلمته الدكتور أسامة الأزهري في بناء الشخصية المصري،
وأنا في اعتقادي لن تعود الشخصية المصرية إلى هذه القيم النبيلة والفاضلة إلا ببعث الوازع الديني في هذه الشخصية. بعض السلوك خرج عن الدائرة الأخلاقية، علينا جميعا مسؤولية سواء كان في البيوت أو في المحافل العلمية أو في المؤسسات الدينية أو في المؤسسات التعليمية، علينا أن نقوم بهذا الواجب. يوم أن يعود للمجتمع قم للمعلم وفيه التبجيل، كان المعلم أن يكون رسولا، أعلم أن القيم قد عادت إلى الأمة الإسلامية بأكملها، وهذا أمر مطلوب شرعا وعقلا. الحقيقة في النهاردة وأنا جاي، لكن قبل أن أقول هذه الكلمة البسيطة والرسالة البسيطة، أذكر العالم كله وأعلمه أنه في مصر لا فرق بين المسلم والمسيحي، وأضرب لذلك مثلا. أنا شخصيا كنت أشارك رجلا مسيحيا، وكنت إذا غضبت في حالة من الحالات يقول لي: يا أخي صل على النبي، ويذكرني بها مرات: يا أخي صل على النبي. هذا مثال يدل على أن المصري يختلف عن بقية العالم بأكمله. طب صل على النبي بقى. عليه الصلاة والسلام. بقيت لي رسالة بسيطة وتتعلق بالخطاب الديني. النهاردة وأنا بتصفح لقيت كلمة للشيخ الغزالي رحمة الله عليه، بيقول إيه؟ بيلوم رجال العلم، بيقول إن اللوم يتجه إلينا نحن دعاة الإسلام، لأننا لا نعرف طبيعة العصر الذي نعيش فيه. والكلام ده لأخي العزيز المتحدث الثاني تقريب. والمنطق الذي يصنع لأهله والشبهات التي جدت مع مدنيته، وبعضنا قد يحيا متخلفا عن عصره 1000 سنة، يخاصم فرقا بادت ويناقش قضايا نسيت، ما يحب الناس أن يسمعوا عنها لا جدا ولا هزلا. والإسلام لا يخدم بهذا الأسلوب، فعلينا أن نعي أننا في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني، أو بمعنى أصح الفكر، ونعلم أن أول من خاطب بالخطاب الديني هو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرك. شكرك دكتور أسامة. بشكر كل السادة الأفاضل الموجودين معنا على المنصة على كل المشاركات القيمة. واضح جدا أن كل واحد كان حاضر وفي ذهنه الكثير ليقول. الأكثر يعني مهابة الحقيقة هو حجم التساؤلات اللي أنا شايفاها ظاهرة في القاعة. عندنا أكثر من طريقة بس عشان ننظم الحوار. الحابب يشارك برفع إيده ويتفضل، هناخد تقريبا معظم الأسئلة. مع الوزير وعدنا أن احنا براحتنا، يعني لما تزهقوا مننا قولوا لنا.
يبقى أن عندي أسئلة لكتير من الضيوف الأفاضل الموجودين معنا في القاعة. هاخد استأذنكم يا شباب، هاخد سؤالين من الشباب، هعود وأسأل دكتور ثاني عبد العزيز في مسألة دور الإعلام لأنها أثيرت من عند دكتورة أمنة ومن دكتورة مايا. هاخد سؤالين من الشباب وأرجع وأسأل دكتور مصطفى الفقي، وأخد سؤالين وأسأل عن الكلمة والسينما ودورها من الأستاذ وحيد حامد. شباب مين الجاهز؟ أنا في حد كان رفع إيده بقاله ساعتين. أه شباب أهو. أنا أستأذن السادة المنظمين، خلينا موجودين في القاعة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اتاح الفرصه للشباب ان يكون في صفه تواصل دائم ومستمر مع كل القيادات، وبشكر معالي وزير الشباب والرياضه. طبعا احنا عندنا حاجه موجوده تاني، نيجي نقول بقى دخل الطالب ده الجامعة ازاي؟ أقيس مهاراته ازاي؟ الثانوية العامة كان يجب تقيس مهاراته بالإضافة لامتحانات أخرى لا مانع. بس ما ينفعش أعتبر الثانوية العامة بعيدة كأن لا علاقة لها بالمهارات وتقيس فقط الذكاء. أنا عايز أسمع من حضرتك أكتر فمش هتكلم أكتر. أشكرك. شكرا جزيلا مع الوزير الاستاذ الدكتور اشرف الشيخ وزير التعليم العالي والجوده والبحث العلمي، والتعقيب الاخير للمنصه للاستاذ الدكتور ايمان الشيخ الهلالي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني فريق تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحقيقه يعني بشكر كل اللي اتكلموا قبل المنصه الكريمه، بس انا عايز اقول حاجه. احنا جينا هنا، احنا اساسا عملنا شغل في وزاره التربيه والتعليم ودعينا حضراتكم علشان تضيفوا لنا على اللي احنا بنعمله او ربما نعدل بعض المسارات اللي احنا ماشيين فيها. وبالتالي زي ما تفضل معالي وزير التعليم العالي، في نقاط محدده احنا بنتناقش عليها. الدكتور حازم لما طرح قال احنا بنعمل ايه في وزاره التربيه والتعليم؟ انا كل ما اتمناه عشان نطلع من الحوار ده فعلا بحاجه نشتغل عليها ونضيف لنا، ان احنا ندي نقول افكار غير اللي وزاره التربيه والتعليم بتقولها او تضيف لينا. والا اذا كنا يعني كل واحد هيقول رؤيته، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما ينفعش ان احنا كل ما نيجي نشتغل نبدا من اول وجديد. اولا مصر اشتغلت سنتين كاملين بكل ما تملكه لغايه ما حطت رؤيه مصر 2030. كل الجهات اللي في مصر اشتغلت في وضع رؤيه مصر 2030. وفيها محاور تتعلق بكل قطاعات الدوله، وشارك فيها خبراء مصريين داخليين ومصريين من خارج مصر، ويعني كل ما راى مصر انه يستطيع ان يضيف اشراكته في وضع رؤيه مصر 2030. ومنها جزء يتعلق بالتعليم، وكل وزاره حطت لنفسها استراتيجيه في ضوء هذه الرؤيه من الوزارات، وزاره التربيه والتعليم، واتحطت خطه استراتيجيه لوزاره التربيه والتعليم في ضوء رؤيه مصر 2030. وفيها مرحلة أولى 14-17، ثم بقية اللي هي الخطة الاستراتيجية حتى 2030. في الوزارة الحالية احنا أساسا أخذنا الأهداف الاستراتيجية وحولناها إلى برنامج تنفيذي ومشروعات قبل التنفيذ عشان نحقق رؤية مصر 2030 والأهداف الاستراتيجية للخطة بتاعة الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030. اللي احنا عرضناه على حضراتكم هو احنا بنعمل ايه عشان نحقق ده. وبالتالي انا كل اللي قدمناه لحضراتكم، انتوا بتتعاملوا مع المحاور الثلاثه اللي هم اول ثلاث محاور يتعلقوا بالتعليم العام. اذا كنا احنا اساسا خدنا بعض الادوات علشان ننفذ هذا البرنامج قصير المدى والمتوسط المدى، فمن الممكن حضراتكم عشان كده تساعدونا بقى. عشان كده احنا دعينا كل من له علاقه بالعمليه التعليميه، سواء في الجامعات او في مراكز البحوث، في الجامعات، المجتمع المدني، في لجنه التعليم او في مجلس النواب حتى بصفه عامه للوقت. كل الجهات ذات العلاقه احنا دعيناها، الشباب، اولياء الامور، يعني الدعوه كانت موجهه لقطاعات عديده. ربما يكون هناك افكار غير تقليديه زي ما تفضل السيد الرئيس وقال عايزين ورقه لاصلاح التعليم
يسير من خلالها في مسارات غير تقليديه. احنا بالفعل في وزاره التربيه والتعليم على بعض الحاجات اشتغلناها لم تكن مالوفه من قبل في وزاره التربيه والتعليم. لما عملنا المشروع القومي لبناء المدارس من خلال مصالح حق الانتفاع، هذا المشروع لم يكن مطروح من قبل ولم يستخدم في وزاره التربيه والتعليم. لما قلنا ان احنا بنطرح 30,000 فصل من خلال التمويل الحكومي، الكلام ده ما حصلش في وزاره التربيه والتعليم بالشكل ده قبل كده. لما بنتوسع في تجربه مدارس المتفوقين ومراكز الموهوبين، ما كانش برضه الكلام ده مالوف في وزاره التربيه والتعليم بالشكل اللي احنا بنشتغل عليه. علشان نحقق الاهداف الاستراتيجيه ربما يكون في افكار، مش ربما بالتاكيد هنسمع من حضراتكم. انا بس هاخد دقيقه واحده فقط كمان بس اللي انا عايز بس اعلق عليه حاجه صغيره تانية. هو بس برضه يعني كده ايه بنتنا طبعا الدكتوره هامر، انا مبسوط انك موجوده معانا وكنت حريص انك انت تبقى موجوده عشان تبقى مؤثره زمالك، وخاصه ان انت يعني ليكي في مجال التربيه انك انت متخصصه. بس لما احط معارض مع معلم حاجه بس صغيره عشان ما تستناش الاذهان البعض بسهوله كده، معاون مع معلم داخل الفصل ما تنسيش ان انا عندي اربعه ما يقرب من 54,000 مدرسه مبنيين بنظام معين انا مش هقدر اتخلص منهم في مصر. الفصل نفسه في بعض الاماكن اللي ساعته 30 و35% بقى فيه 140. هو مش واخد التلامذه بتوعه عشان ياخد ايه؟ عشان اقول انا لو استخدمت معلم ومساعد معلم يبقى انا بحل المشكله. المشكله ان اللي سيادتك بتقوليه ده ولبعض الزملاء ودي افكار وانا استاذ تربيه يعني برضه القصه دي مجالي بالنسبه لي، ان احنا داخل الفصل نفسه ممكن نعمل التجارب دي في مدارس جديده تنشا حديثا ويبقى فيها الكلام ده يراعى. لكن انا مش هقدر اتخلص من نظام قائم، لان النظام القائم ده هو اللي برضه هيعمل لي النظام الجديد. يعني زي ما تفضل الاستاذ الدكتور طارق، انا لما اجي اعمل نظام جديد مش هجيب ناس جداد، ولا هروح كل الناس اللي في مصر 90 مليون وهجيب 90 مليون تانيين عشان يعملوا النظام الجديد. انا هعمله برضه باللي موجودين، بس لازم ادربهم واهلهم علشان خاطر يعملوا النظام الجديد. انما انا مش هقدر اقول والله كل القديم ده احنا هنغيره، لان احنا بنتعامل مع بشر ما بنتعاملش مع ادوات. يعني مكنه مش عجباني هشيلها واحط واحده ثانيه، وبالتالي لازم احنا نعيد التوازن. انا متفق مع سيادتك تماما في حضرتك في مسألة، اظن احنا نتناقشنا كثيرا في هذا ومتفقين ان احنا لابد نمشي في المسارين. يعني لازم انا اهل الموجودين، عشان كده لما جينا نشتغل في المناهج عملنا حاجتين، ان احنا اعدنا النظر في المناهج اللي موجوده لغايه ما ننتهي من المناهج الجديده اللي تفضل الاستاذ الدكتور طارق، واللي احنا بنشتغل مع بعض في هذا المجال واحنا مع بعض في كل الخطوات دي. انا برضه قلت زي ما قلت في كلمات في الافتتاح، احنا جايين بقلب مفتوح علشان نسمع من حضراتكم وبعقول فعلا يعني واعيه. احنا اللي انتوا بتسمعوها انا نفسي قاعد بكتب بعض الحاجات، بحيث ان فعلا اي حاجه نستطيع ان احنا نستفيد بيها او نرى ان احنا ممكن نضيفها لما نفعله الان في وزاره التربيه والتعليم هنكون سعداء بيها. مش عايز اطول اكتر من كده عشان اديكم فرصه حضراتكم تتكلموا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة الوزير.